وعطراش مزيل غراش وكم العروضة وطلع من غرفي مرحبا غريبة هاد عم تحكيني إلي؟ ليش في غيرك واقف معنا؟ أخي أنت غلطان أنا اسمي أبو إياد مو أبو عماد لك يا سيدي أبو إياد أبو عماد كله عند العرب صارين بس أخي أنا ما بعرفك استنى لأن أنت شو بتشتغل؟ سمان ايه ها شفت اني مو غلطان شفت هلا احكي لك الله يسامحك شو نسيت لما كان ولادي يسرقوا لك بالدكان كبشات القضامه والفستق وتجي لعندي عم تلهات مشان تشتكيهم ايوه انت اتذكرت ما تكون ابو عمار ايه ما غيره لك بيت غير ابو عمار اهلا ابو عماد ابو اياد على راسي سيدي ايه سيدي شو عم تسوي بهالمعامله شو عم بساوي؟ يا سيدي هالمعاملة صار لهم 3 أشهر عم ياخذوني ويجيبوني وما كانت تخلص. شي بدها توقيع من المحافظة، شي من البلدية، شي من الصحة. لك رح أجن الله وكيلك رح أجن تارك المحل اللي عم بفتل بهالمعاملة من قردة لقردة. شوف صار عليها أكثر من 100 توقيع وكل توقيع بده طوابع. طيب أنت معاملتك بأنو غرفين؟ صدقني ما بعرف. هات لي شو لك عمي انا هو الكلب الكل شو الحكي كان كله بيعرفني هون هلا معاملتك رح تشوف شو رح تمشي كرش المي الله يسمع منها سيك لحظه بس هات تفضل الحقني يلا يلا مرحبا شباب امسكها شوي والله شوف لي هي المعامله وين الديوان وين الديوان الله يعطيك العافيه يا ابو موفق من زمان كنت اسك فكر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله يعطيك العافيه لك اهليه تاج راسي معيتك هي بس استنى شوي بقى انا رايي يا ابو موفق انه الشغله مو مستاهله لذلك طول بالك شوي هي اللي بياكل العصي مو مش اللي بيعدها انا ما عاد اقدر اتحمل ما في قدامي غير الطلاق لا 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 يا ابو موفق شو الحكي شو طلاق طيب اولادك ما فكرت فيهم هذا اللي حارق لي قلبي وكاسر لي ظهري معك حق يا سيدي روي اخي ابو موفق روي روي اشتهيت يا شهوه فوت على البيت لاقي شعره مو منفوش مع انه عنده بدال مشط 2 يا ابو سمير 2 اشتري له دزينه وكل قرنه حط له مشرب حلوه هي بعيدك يا جازي بعدين التفاهم بيني وبينها صار مستحيل بحاكيها بالشرق بتحاكيني بالغرب يا سيدي حكيها بالشمال بتحاكيك بالجنوب إلا الله محمد رسول الله لك هلا كنت عارف شو يلي حشرك انت بالمواضيع العائلية يعني إذا بدك تخلص من حشريتي مشينا المعاملة خلينا نتيسر وصلت رجع بكرة أخي بتلاقيها خالصة مع السلامة شو وصلت ما بدك تقراها بالأول ملكي ما بدها شي شوفها أخي بعرفها من غير ما أقراها رجع بكرة بتلاقيها خالصة مع السلامة الله يسمع منك مشي مشي وين شو بك مشي مالك فهمان انه عم يقدفك قدف لبكرة لك سيدي نعمة بالمديرية كانوا يقدفوني جمعة وفي واحد قدفني شهر بقى إذا الأخ بيخلصها لبكرة بيكون كتر خيره وكتير منيح يعطيك العافية يا سمير ألين حطيت عندك معامل امبارح وقلت لي بكره بتخلص بقى شوف لي اياها خلصت ولا لسه اخي دور بين هالوراق ان شفتها بتكون خالصه ما شفتها بترجع بكره طيب هاي هي لقيتها مبروك الله يبارك فيك عبال عندك لك شو بكون واقفين بخلقتي قلت لكم رجعوا بكره طيب شو رايك مانا طالعين من هون الا والمعامله معنا شو قصدك عم تتحداني؟ لا 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 شو تحداك لا سمح الله بس انت مبين عليك رجال قبضاي وابن حلال تاج راسي مشي بقى سيدي لبكره سيدي لا لا بعد اذنك وبعد امرك بدك مشيها انا قلت لكم لبكره يعني لبكره لاني ما بحب احكي شكلين يا ابو عمار يا ابو عمار الله يشرحك اخي لا تجادله يقوم يزعل بعدين ويقدفنا لبعد جمعه لا سيدي لا شو يدفنا بده يمشيها ورجله فوق راسه شو 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 تفضلتوا سيدي لك رجل مين فوق راس مين سيدي رجلك ايه رجلك لك وعم تعيدها كمان عم تعيدها بسيطة يكون بعلمك هالمعاملة ما رح تنشأ شهر من هون
لا قلت لك يا ابو عمار لا تزعلوا كرمالي مشان خاطري استاذ خليها لبكره. قبل بشهر ما رح تمشي لحتى اشوف رجل مين فوق راس مين. لا سيدي بدك تمشيها غصبا عنك. ما رح تمشي شهرين. لا حول ولا قوة الا بالله. لك ايش الشغلة فوضى؟ هي المديرية ما لها مدير. لك حتى لو اجى المدير العام بذاته قبل بشهرين ما رح تمشي، وإذا بتحكي كلمة تانية بصيروا ثلاثة. أبو عمار مشان الله اطلع لي برا، الله يخليك لك ببوس إيدك. تريك خذ. طيب تشارط إنها بدها تمشي؟ إيه بشارط، وشو الشرط؟ يا بتقصل لي شواربي يا بقصل لك شواربك. لك موافق. إراجع لك. بس لا تنسى تجيب معك المصحة حتى أقصل لك شواربك فيه. المقص جايز ليك راجع لك. ابو عمار ابو عمار تعرف يا الله يصلحك، يعني ما كان في داعي تستفزه، كنا اجينا بكره ومشي الحال. هيك عفوا لا هي دفنا ثلاث شهور. وحياة عينك لي مشي اليوم. راجع لك هي شواربي خمس دقايق وراجع لك بسيك شوي. هات. يعني هذا ابو عمار الزفت كمان ان شاء الله ما يكبر الشغله اكثر من هيك. يوم بيلتئم الموظف بست المعامله شي سنه او برميها كمان بشنط المؤامرات بيعملها والله بالحرام. مين بالحرام؟ لك اخي بالحرام مولك مولك الحكي انت مالك خراب مالك خراب مولك الحكي. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. من هالشغله هاد كمان. استاذ الله يخلي لك ولادك، زرعه بدقني هالمره ولا تاخذ على خاطرك. هذا واحد مجنون، المجانين حدا بياخذ على كلامهم. بقى شو رايك ارجع لعندك بكره؟ مستحيل. بسيطه سيدي. طيب بعد بكره؟ لا. طيب بعد اسبوع. شو قلت؟ لا خلاص اتفقنا، بعد اسبوع ان شاء الله بيجي. الله يخليك، الله يتحنن علي، الله يحنن عليك، بعد اسبوع بيجي لعندك. قبل ثلاث شهور مستحيل. يا استاذ بوس ايدك لا تعذبني، انا رجال كبير مو خرج الشرشحه، الله لا يضرك. استاذ دخيلك، انت رفيقه بالمكتب بركي بتمون عليه، الله يحلل لك امورك مع مرتك، احكي لك كلمه. بسيطه ابو سمير، مشي للرجال باين عليه طيب وعلى نياته. عبس يا حبيبي عبس. انتسبت. الله يرضى عليك يا ابو موفق، انت لا تتدخل بشغلات مالك فيها، وبعدين انت ما سمعت شو حكاني صاحبه. صاحبه؟ الله وكيلك لا صاحبي ولا بعرفه، ما بعرفه بنو، زلمه صلبط علي صلبطه، اخذ المعامله قال بده يمشيها، يعني بركي بيطلع له بقرشين. خلص لا توجع لي راسي بقى، ارجع بعد شهر. شهر؟ دخيل عينك، ها؟ وهي بوس الدقن، شهر مو كثير، خليها اسبوع. ماشي بس بشرط. على راسي. هات صاحبك ما عاد يجي معك، انت بتيجي بتاخذ المعامله لحالك. مو على راسي وعيني، لك روح الله يكتر خيرك ويخلي لك اولادك ويعمر بيتك ويخلي لك شواربك، وانت الثاني الله يصلح امورك مع مرتك ويهديها لطريق الصواب وينور. راديو حي بقى يا عفوا يعطيكم خلصنا لا توقفونا. سلام عليكم، شكرا كثير اخي. سأل عني؟ لا. حدا فات على المكتب؟ ابدا. طمني شو خلصت التمثيلية اليوم؟ يا اخي لا بدي ارجع بس في واحد يوصل له شواربي. توصل شواربي؟ شنو بقى؟ بعدين بحكي لك. الو ابو سمير؟ في شخصين بعتهم لعندك، واحد اسمه ابو عمار وواحد اسمه ابو اياد. معهم معاملة ان شاء الله مشيت لهم اياها. هذا الاصلع سيدي اللي فارق شعراته على جناه هو بذاته. الو الو. نعم سيدي نعم. ما في شيء سيدي، فتر راسي شوي علي. سلامة راسك. هدول اثنين من طرفي بدي اياك تخدمهم بشواربك. هاد اذا ضل عندي شوارب.
شو قلت؟ ما في شيء سيدي، عم بقول على عيني على عيني. مع السلامة سيدي. راجع لك. يصل لشواربه اشتبه. ما قلت لي يا اخي ابو سمير شو ساوي؟ طلقة لما ما طلقة. الله يرضى عليك يا ابو موفى، هلا وقتك ووقت حرمتك، اتركني بمصيبتي. الله يرضى عليك. انا مصيبة؟ خير، ليش؟ مع مين كنت عم تحكي؟ مع المدير العام شخصيا. يا ساتر. اهلين وسهلين عمو يمين. اهلين وسهلين. نورت المديريه، مو معقول. اشرفت علينا البركات وقت اجيت انت. شرف شرف، ليش واقف عندك؟ شرف ندخل لجوا. شرف عمي شرف. عم تحكي معي؟ ايه معك. شرف شرف اختار. اهلا كنت. ايه ايه بعرف. شرف يمين، اهلا وسهلا. شرف عمو، شرف شرف يا ميت، اهلا وسهلا. شرف شرف، لا تكون غلطان. ها لا انت شرف يا ميت، اهلا وسهلا. يا انت اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. ايه ما كنت تقول لي انه المدير العام بعتك؟ ما كنت مشيتك على الحارك. الحمد لله مش الحال. الاستاذ هون وعدنا انه يمشي لي المعامله، بقى اعتذر منه ويا دار ما دخلك شر. شو صار معك؟ على عيني، راح امشي لك المعامله فورا. غصب عنك. دكتور. غصب عني. ورجلك فوق راسك. ايه رجلك. ورجلي فوق راسي. استنى لالا استنى. ايه اللي عندك؟ اعطيني بوسك. لك اول شرط اخره قص شوارب. فوخة ما بعرف احلي فوخ عنك. يلا تعالي هيك عم طل. لحتى وهلا مشي المعامل. على راسي انا دافوخي من فوق. سكر لا تخاف سكر. تفضل اخي، وهي معامله خالصه. هلا هي شغله طخطش، كان بدها 3 أشهر تاج راسي. ارجوك بوس ايدك لا تجيب سيره للمدير العام على اللي حصل. سوء تفاهم مش الحال. وبعدين يعني انا كنت عم امزح معك، يعني معقوله معامله بدها دقيقه اخليها عندي 3 أشهر؟ هلا ما قلت لي هي لوين؟ لعند الاستاذ فرحان. نسيت. لك يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. لك شو هذا اللي عم بيصير؟ راحوا الغوالي يا ابو موفى. اهلين اخي ابو عماد. صباح الخير ابو اياد. اهلين اخي. طمني ان شاء الله زاد مشي توقيع توقيعي. شوف اجي 10 لك مو مصدق عيني. 10 توقيع يوم واحد؟ مو معقول. لا سدي سيدي سدي، معاملتك مو محزه، كل شغلتها 10 15 توقيع. بتصدق في توقيع بقي منيمها شهر كامل. ايه ما كان العطل من اللي بده يوقع، كان العطل بالمعامله نفسها. ما فهمت شلون يعني؟ انا يا سيدي معاملتك نعساني، ما صدقت فوت على درج الا اخذت لها غفوه. رحت عاطيها انا قبلتين 3 فيتامين، خليتها تنط نط. هلا صفي علينا توقيع المدير العام. امبارح بعد ما تركتها سمعتهم عم يقولوا انه هذا المدير العام شيء عقدة. عقدة؟ شو قال لك كمان؟ وبيقولوا كمان انه طبيب جراح، ما بيفهم لا بامور الشركة ولا بمعاملاتها. المعاملة الصح بيرفضها، والمعاملة الغلط بيوقعها. لا هو بيقولوا كمان بيعد على اصابيعه حاجة بغراء اللي ربي عد 10، بقى معاملة بيرفضها ومعاملة بيوقعها. بس ان شاء الله ما تيجي معاملتي على اصبع الرفض، بنكون ساعتها ما استفدنا شيء منه. سيدي ان الله عقله بقله.
وما قالوا لك ام عميش وكمين؟ لا لا ما قالوا. طيب شو رايك انه معاملتك فاتت لعند السيد المدير العام وطلعت مثل نسمة الهواء؟ شو عم تقول؟ عم تحكي جد؟ شو الحكي؟ وين؟ انا ما مصدق عيوني. لا سيدي صدق، واحكي له لهدول تبع الحق انا بقرا انه المعاملات ما بتكون بتنام عند المدير العام. والله معك حق. يا سيدي قل لي قديش كلفت؟ يعني قديش كلفت؟ كلفتش انت ما حاطط لها طوارئ؟ ما انا حاطط. خلص معناتها الحكومه واصله حقها. لا بقصد يعني انت الا ما تكون عملت لك رشه هيك او تبخيره على الموظفين لحتى قدرت تحصل على التوقيع كلهم بيوم واحد. ايه. شوف انا كان لازم اعمل هيك من زمانها، هن نصحوا لي بس انا ما صدقت. ما صدقت. هالمره نبدت معك، لا بخرنا ولا رششنا. خلص ولا يهمك، بس المره الجايه بشي معامله ثانيه إذا اضطريت أنا بخنيخ أو رشريش رح مر لعندك. هلا لك الله يجزيك الخير. على راسي يا أخي أبو عماد. أبو إياد الله يرضى عليك. الله معك. أخي أنا بعرف إنه معاملتي ما لها قانون. يا كان ليش إجيت لعندك؟ أنت دبرها مشيها وأنا شو بدي جاهز. هلا أنا ما بحب أستفيد بس معاملتك ما رح تمشي لو بتدفع لمصاري الدنيا كلها ما رح تمشي. ليش يا أخي؟ كل هالقد المعاملة صعبة؟ في معاملات أصعب منها بكتير وعم تركض رقيب. مظبوط، معاملتك بدها توقيع الأستاذ أبو شريف وهو مستحيل يوقعها، فأحسن لك ما تعرض عليه منوب ويمكن يرفع فيها تقرير للمدير العام شلون مشيت بمديرية دمشق قبل ما توصل له، وهيك بتخرب بيت اللي ساعدك ومشالك إياها. يعني ما لها حل. ما في شغلة بالمديرية ما لها حل وأنا موجود. ومين حضرتك ولا صغران؟ هلا انت شو بدك بحضرتي؟ ما بدك معاملتك تمشي. وانت بيطلع بيدك مشيها؟ طبعا. متأكد؟ لو مالي متأكد ما كنت عرضت حالي عليك. هلا بتشوف شلون معاملتك بدها تمشي في الريرة. كرشي مي. إذا بتمشيها أنا مستعد أدفع لك من 1000 لـ100 ألف. معاملتك فيها شيء مو قانوني؟ يعني هيك شيء. لا تكلم، ما في بالقانون شغلة إلا وإلا بخشي. نحن ندور على البخشي تبع القانون الشرطة والنطة لتمرق معاملتك. أخي دخيلك دور لي على هالبخشي وشد ونطة مثل ما بدك، بس تستر عرضك مشي لي هالمعاملة. لا تضر حالك، ما رح يقدر يعمل شيء. الأستاذ أبو شريف حافظ القوانين كلها عن غيب وحافظ كل تفسيراتها وبخاويشها، ما رح يوقعها يعني ما رح يوقعها. لك اخي انت ليش عم تقطع بلسانك؟ منشان ما تضيع وقت وتخربوا بيتي اللي وقعوها لحتى وصلت لهون. طيب بتشارط ان المعامله رح تمشي في الريره؟ بشارط ونقي الشرط يلي بدك اياه وانا جاهز. ماشي يا سيدي، من فركه اذن من فركه اذن لفركه مناخير. هلا هذا هو الشرط؟ الشرط مو بقيمته الماديه، الشرط بقيمته المعنويه. ماشي الحال، قبلت. اعطيني المعامله. اعطيها. وين هذا غرفته بشرشان؟ هذيك الغرفة على اليمين. ماشي، سكر شوي. هذا حالي. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بالشراشيف. شلونك؟ شلون الصغار؟ إن شاء الله ما في مشاكل. شبك؟ شو بعرفني؟ بدك ما تاخذني، ما عرفتك. يا سيدي مو ضروري، بعدين بعرفك على حالي مشان ما تدخل الصداقة على الشغل. أنا ما بحب دخل شيء على شيء. طاح يا صبحي طاح. اليوم صبيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أخي، شو بتريد مني؟ قل لي شو بدك مني وخلصني، مالي فاضي لك، عندي شغل. هلا هذا اسمه شغل. إيدي على راسك يا شريف. هلا الراتب اللي عم يعطوك إياه بآخر الشهر من وراء الشغل، اسمه راتب. هي مسخرة. اخي حكي طالع نزل ما بدها، بقدر اخذ معك بشيء اللي بسرعه، لا تضيع لي وقتي. لا بس بدي تشخوط لي توقيعك الكريم على المعامله. سجلها بالديوان بالاول. ما بدك تشوفها؟ ما بشوفها الا بعد ما تستوفي كل الاجراءات القانونيه. لعيونك تشرسي، ربع ساعه ورجع لك. متشرف. ابو الشراشي لا عن جد انت ما عرفتني. بدك ما تاخذني، ما عرفتك. إذا
ما حبيتها منك هيدا جاسي، طلع فيه منيح. لا تعذب حالك، لو بتكون اخي ما راح اشوف المعاملة قبل ما توصل لعندي بالطريق الرسمي. ايه مو غلط، بس يعني ما عرفني؟ قلت لك ما عرفتك. معناتها شغلنا مظبوط. ما عرفني. مسيك. شريف. شو هذا معتاد؟ علمي علمك. على عيني وغيره. كيلو بصل؟ ايه على عيني. لك لسه امبارح شفت لك بطاطا. طيب حاضر. حاضر. يا ريت تطلب مني كل هالطلبات. ايه بس لو تسرح شعرك. ماشي. يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك، لحظة من فضلك. لك خلصيني ماني فاضي لك، عندي شغل. مع السلامة، ايه مع السلامة. لا لا استاذ، ليش قطش مخبطك قطش؟ أنا ماني مستعجل. أخي هي مرتي، إذا بدي خليها تحكي ما بتخلص لآخر الدوام. هذا استاذ إذا بتريد سجل لي المعاملة. يا على عيني. خذها لعند الأستاذ فرحان خليه يأشر عليك. شكرا أستاذ. على عيني، مع السلامة. شو مشي الحال؟ حولنا لعند الأستاذ فرحان. إيه أنا بدي لك على غرفته امشي. إن شاء الله أنا بدي فوت له إياها. لكان أنا. أخي ليش عم بتفارق مصاري لكان أنا؟ أنا مش عم مشي لك إياها عند أبو شريف، أنا اختصاصي أبو شريف. شو نسيت؟ لا ما نسيت. إيه بدي أفرك له من خاله يا برعد. امشي. اعطيه رقم حساب 101 عندك يا هوية. اني في ماشي انا خدام. يعطيكم العافية. اهلين سليم. اهلين سليم. مو استاذ ممكن تأشروا لي هالمعاملة؟ ايه على راسي الثواني تكون معك. شو فرحان؟ بابك تحل كلمات متقاطعة تبع اليوم؟ روح على مكتبك، كلمات متقاطعة على البيت مو هون، يلا على مكتبك شوف. شو لساك خايف غصة تطلع صورة؟ اللي فينا ماشي. شرف لي. شكرا. عند ست فاطمة. شكرا. يا اهلا وسهلا. تفضل. ست فاطمة ممكن تسجلي لي المعاملة؟ ايه على عيني. اخ اخ يا امي اخ. اخ يا امي اخ. اخ يا امي اخ. امبارح طلعت من هون وشي على السوق، رحت الله وكيلك دورت على لون سرقوني ما كنت لاقي بكل السوق. انت عملت بنصيحتي، جبت بدل الاصفى اسود. هون محل عمل مو مشغل صوف. سكري على حكي الصوف وتفضلي روحي لمحلك، بالبيت اشتغلي على كيفك. شو عم تحكي؟ طول عمرك تشتغلي كنزات هون بالمديريه لجوزك واولادك، شو نسيتي؟ شو صار لك هلا؟ تفضلي على محلك، تفضلي على محلك. الحكي كان على ايام الست منال، هلا انا رئيسة القسم، وانا ما بسمح بتضييع وقت المراجعين بشغل الصوف. تفضل عندي استاذ سليم. شكرا يا سلام. اهلا وسهلا. طمني شو صار معك؟ في شي حال؟ مصاري جاهزين؟ لك شبك مستعجل على دفع المصاري كانك متعبان فيه، نقول صباح الخير بالاول. يا سيدي صباح الخير. صباح النور. طمني ان شاء الله المفتاح طبق على القفل وفتحوه. هذا يا تاج راسي طلع القفل مصدي، ازاي بقى ما بيفتحه؟ شو هالحظ غريب؟ انا اول مره بتتعسر لي شغله هيك. شو يا بي؟ مين ربح الشرط انا ولا انت؟ انت يا بعد. ما قلت لكم ما في فايده. يعني ما في فايده؟ نو اخي وين معاملة؟ هي السلام عليكم. عليكم السلام. اخي ابراهيم انت قديش صار لك تشتغل هون؟ من 20 سنة بعرف كل موظفينها واحد واحد، مين بيكذب، مين بيصدق، مين بيرش ومين بينش. طيب المدير شو بتعرف عنه؟ بيقبض؟ بدك ضميري؟ إذا التقى. لسه ما عرفت عنه شيء. خوش لساته متعين جديد هون، بس كل شوارب وإلى مقصها وكل واحد وإله تمنه. اسمع لقلك أبرق،
شو رأيك؟ ما زالك أنت بتعرف كل الخشات تبع الموظفين وبتعرف مين بيقبض ومين بنش ومين برش، شو رأيك نشتغل سوا؟ والرزقة اللي بتجينا بنتقاسمها بالنص، نصها لك ونصها لي. يعني 50-50؟ أيوه 50-50. ماشي الحال، عندك معاملة؟ ليك هذا شو؟ شوف لي اياها بتمشي هي؟ بتمشي ركض ما فيها شيء، توقيع واحد من ابو زاهر وبتنتهي. ايه قد ايه بتكلف هي؟ هي بتكلف لابو 1000 ليرة. عظيم، أنا قابض من الجماعة 1500 ورقة. معناتها بزيد لنا 500 ورقة، ففتيتك 250 و250 ففتيتي. أعطيني ففتيتي. إيه ما حزرت. ليش؟ لأنه شو بيعرفني إنك رح تدفع لأبو زاهر 1000 ورقة كلها؟ بلكي دفعت له 500 الخمسمية الثانية. ليش مالك مأمن لي؟ حبيبي أي مصلحة ما بأمن فيها لأبي، أنا بدي أشوف كل شيء عم تدفعه بعيوني. إيه ما حزرت. ليش؟ لأنه إلي بيأمن لي، أما إذا شافك معي رح يخاف يقبض وما بيوقع المعاملة. إيه مزبوط، بسيطة معناها اسمع لهلا. إيه؟ أنا بوقف يا عند الباب يا عند الشباب، بدي أشوف كل شيء بعيوني. ماشي الحال، قبلت. إيدك على المصاري. هاي الألف ورقة. ماشي. لا هذا شو؟ ما حزرت. بطلت توقع المعاملة؟ لا عن إذنك بس 5 دقايق. وين رأي؟ أنت أكبر قدر هلا وقتها. أبو زاهر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو زاهر. أهلين أبو رعد. أهلين أبو زاهر، هالمعاملة محتاجة لتوقيعك الكريم. وهي لمين هي؟ لواحد صاحبي. بس هي بعرف استاذ، بعرف دبرها بمعرفتك. مو على عيني، مو حلت البركة يا ابو رعد، وهي تكرم عينك. تفضل اخي، هي خالصة وعلى الاخر. الله يسلم هالديات. ودياتك يا حق. يعني ما عاد بدها شيء ثاني. لا 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 ابدا. الله يعطيك العافية، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. تعال وسخني. يا سلام. شفت بعينك شلون؟ بري عليك. وطي صوتك. بري عليك. ايوه هات المعاملة. ايدك بالاول على المصاري. هاي هاي 200 هاي 50 هات المعاملة. بالاول في بيناتنا حساب. عنده حساب، هي وصلوك ال 250 ورقة على دوس معرفة. هسا الشرط يلي خسرته ولا نسيت؟ لا ما نسيت، بس لا تقوي. ما رح قوي لا، بس رح خليها تذكرك انه بلاي ما بتحسن تشتغل شيء. انت شو اسمك؟ ابو رعد. اسال حي الله موظف بدلك علي وهي المعاملة. الله لا يشبع له. الله لا يوفقك يا ابو رعد، روحت لي الشحمة. شو جاب مرتي لهون؟ Thank you.
صالح، انا الدكتور احمد، اوعى تذكر اسمي. ايه بس انا بحكيك، انت لا ترد. اللي مالتي عندك بالمكتب مو هي؟ ايه ابو صالح بتجيب لي اوعيه، انا عم بستناك بالطابق الاول. ايه عند حصلت التليفون. إيه. لا تاخر. حاضر حاضر. مين ابو صالح؟ مرتي بدها ربطة خبز. نحن عنا عروا ولاد يا مدام، عروا ولاد. لوين اخذهم؟ بدي اخذهم لعند الكوى مشان نظف لهم، هيك قال لي الدكتور. لا اتركهم، انا بغسلهم بالبيت. لا معلش، بعدين بزعل مني الدكتور. ولا يهمك، انا بقول له ما خليتك تاخذهم على المصبره. بس يا مدام لازم اخذهم هلا وبسرعه. وانا ما راح اخليك تاخذهم، جوزي وانا حرفي. بس يعني اتركهم. اخ علينا. شو عم تقول؟ ما في شيء، نروح جيب الخبزات. المدام ما خلتني اخذهم. لساتها هي بالمكتب؟ لساتها بالمكتب. قلت لها هدول اواعي الدكتور، بدي اخذ لهم على المصبغه مشان ننظف لهم مرضي تعنيدي. سالتك عني؟ سالتني، قلت لها عنده اجتماع بالوزاره، اجتماع كبير. بدون اواعي؟ لا، قلت لها انك اشتريت طقم جديد لبسته ورحت، وهلا انا لازم انزل على السوق اشتري لك طقم جديد تلبسه وتدخل فيه. لا اجل يا هلا، لاني لازم اكون بالمكتب قبل ما يتصرفوا بالمصاري. مين هدول؟ بعدين بحكي لك، سبقني على المكتب. حاضر، خد هي مشان تتسلى فيها. مرحبا اخي. اهلا وسهلا. معك ليرة؟ ما معي ليرة. يا عيب، السلام عليكم. يا بطلوها على العادة، بطلوها عطش حاجة هي. عيب، حاجة بكفي. لا تواخذنا، الله معك. معناتها ما في طريقة غير احكي له شي خط داخلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعش راسي، ممكن احكي بالتليفون؟ بس هذا التليفون داخلي. ايه لو داخلي، انا بدي احكي مع الاستاذ سليم. تفضل تفضل. هيزي فضلك. هذا رقم المدير العام. ايه وشو فيها؟ حط من ايدك وروح اتصل بمحل تاني. اسمع لك، طيب معك شي ورقه نقل بها الخمس ورقات؟ خذ هاي ليرتين، اتصل من وين ما بدك بس مو من عندي. ما بدك الخمسة بدلها؟ لا الله يسامحك. سعيد يسألك. ايه مرتك لساته شعراتها منكوشي؟ انت مين خبرك؟ ليكو مكتوب على جبينك، شو ما بتتفرج على جبينك قبل ما اطلع من البيت. شو هالحكي؟ ايه ما مكتوب شي. السلام عليكم. أهلين أهلين أهلين. طيب وين ما بينت يا منظوم اليوم؟ كان في عندي معاملة عم بشير. عم تشتغل من ورا ظهري؟ ما اتفقنا نشتغل سوا؟ إيه بس قالوا لي إنك بطلت هالمصلحة. مين قال لك هالحكي؟ هيك حكوا بالمديرية. إيه لا سيدي ما بطلت. رجعت؟ إيه الحمد لله، مكسب أنت إلنا بهالمصلحة. على كل حال هذيك المعاملة اللي مشيتها مو محرزة، شغلتها بيتي ورا. بس اليوم معي معاملة تسمى على كيفك. وين معاملة؟ ليك شفت اياها بتمشي؟ بتمشي؟ بنركب لها رجلين بتمشي، قديش معلومها؟ هي معلومة 10,000 ورقة، متفق انا وياك 50-50، فيفتيتك بتطلع 5,000 ورقة. خلي المصاري بجيبتك ليقوم حدا يشوفنا. حاكم في ناس عم يراقبوني وينقلوا اخباري للمدير العام. لا لا، باخذهم منك بمكان تاني. وين؟ تعامل. يلا شرف. لوين اخذني؟ لكن هون جوا بناخذ راحتنا على التمام، ما حلو ياخذ منك المصاري هون، بركي حدا شافني. طيب بلعي تقبض مني غير بتولي جوا استرنا. يلا بس ما لقلك على شرف، كل شي بدك تدفع وبدي اشوفه بعيوني. ها ايه ما راح خليك تشوف بعيونك منوب. يا أخي
خير وفاك يا ابو العم. شو قتلي فشيت كل خلقي فيه حشك ولبك. شو يعني ما فهمت؟ حشكته ولبكته. ما عاد يسترجي قرب صوب المديريه بعد اليوم. حدا شافك؟ ما حدا شافني منوب. ما فكرت انت بالانسان هذا شلون ممكن ارد لك اياه؟ لانه واحد مثل هذا ما راح يسكت ابدا. ايده ما تعطيه. انا لا شفته ولا شافني ولا ضربته ولا ضربني. اخي ابو رعد نحن صحاب. خلينا صحابي الله يرضى عليك. الله يرضى عليك ليه ما تيجي لعندي لهون بمعاملات غير قانونيه؟ ايوه ابو زاهر انت لون شو خايف؟ سلخت لك يا قتلي ما عاد يسترجي يجي لهون. بنرجع مثل الاول من راسي لراسك. اخي بعد راسك عن راسي وانا راسي بألف خير من الله. انا هالشغله بطلتها ما ببنيها. في عندنا مدير عام مو سهل بنوب كانه بيشم عن ظهر ايده. وسمعت لك عنكم قصه ما بتصدق بنوب يا رجل ما بتصدق. اخي قوم عني قوم الله يرضى عليك قوم طارق قوم هيك بدك؟ ايه صح ايه مثل ما بدك. السلام عليكم. مع السلامة. الله لا يوفقك يا ابو رعد. الله يغضب على عيلتك كلها. عمو سرك يا طلال. ها استاذ طلال. نعم استاذ. هذا سرك ما؟ نعم استاذ. ابعث لي ابو صالح من عندك. حاضر. الله يكسر ايديك. هذا ابو العهد ابو ضباب ابو برق ابو خير خير دكتور. شو هاد شو هاد؟ مين عمل فيك هيك؟ بعدين بحكي لك. اعطيني كاسة مي اعطيني كاسة مي. حاضر حاضر. بسرعة بسرعة بس بكفي. تفضل. وجيب لي ثلجي حطها على عيني. على عيني؟ شو بقى عينك؟ عم بقول على عيني. اه ايه. اخ يا اخي. اي 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 اخ شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا اخي ابو صالح. ما بعرف شو بياكل. ايده مثل المخبط. يا ساتر. مزربه. يا لطيف. بوعه شرارتين فاتوا بعيوني. وطبطبت. وضباب. وذباب. وطنين يا ابو صالح طنين بيقدر. طنين هذا ولا التليفون؟ لا هذا التليفون. مين ما رن انا مو هون. ها حاضر حاضر. الله يكسر ايديك. الو نعم. ايه بيقول لك مو هون. نعم نعم. ايه لا هون هون هون. لك ما قلت لك انا مو هون. سيادة الوزير طالبك. ما قلت لك لا تقول انا مو هون. الو احترامي سيادة الوزير. اهلا وسهلا. هي مو على عيني. لا لا شو على عيني؟ على حي الله شيء الا عيني. لا لا بقصد مالي جاهز يعني. يا ريت تأجلوه شوي لانه انا مقرب هيك قريب. شو بدنا نساوي سيدنا؟ هذا القريب بس يجيني بيسقط على عيوني دغري. ايه ايه بيرموا كله خاصة هي اليمين هي. ايه لا الحمد لله. لا 10 ايام ما بتوفي معي. الله يخلي لي اياك. بدي 12 13 ما عم خربط سيدنا. لا بس هذا القريب حرارتي 40 41. ايه لا يعني اكثر من 10 ايام ان شاء الله بس ليخف الورم من عيوني يعني لطيب عيوني خاصه اليمين. ايه تروح الوزمه. ايه بس تروح الوزمه على عين. لا لا تواخذنا يا سيدي. مع السلامه سيدنا. مع السلامه. فكرني عم بمزح هذا كمان. هلا شلون بدي ادبر حالي وروح على البيت انا بهالاواعي؟ لك نروح بهالاواعي هدول على البيت. لك شو روح بهالاواعي؟ تعال هنا احملي شايفك تعال. شو روح بهالاواعي؟ بدك مرتي تبدا سين وجيم وتنفضح اللعبه يا ابو صالح. لك عن شو بدك تساوي؟ لقيتها. احسن شيء حط الطقم تبعي بالكيس اخذه وروح على بيت وحيد. بيت وحيد ببدل وبروح على البيت كمان على عين. شمات لقلك شمات. لك ما عم بشمات. اي 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 انا عم بتخيل هذا المشهد كيف رح يكون بالمسلسل. هلا قيمني من مسلسلك ولاقي طريقه افوت فيها على البيت بدون ما الجيران يلاحظوا حالتي. لا لا ولا يهمك هي بسيطه كثير. هي شلحت طقمك انت وانا هلا بجيب لك نظارات بغطوا لك كل هالكدمات. هي ما حدا بيلاحظ شيء.
عندك كاسكيت؟ اي لك. لك وين رحت؟ الله لا يوفقك يا برات.